أنا أنأى بنفسي على أن أشارك في هذا العبث بمهزلة. أيوة أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيه يا دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان، صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية، والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. ايه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي أنا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. سرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الرجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟
ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هم بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك. انا ما تقليش الكلام ده. انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. الكشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، الماء اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تقول اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا. والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات مالهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000.